يحتضن متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط معرضاً بعنوان ملح أرضي تكريماً للرسام الراحل حسن القلاوي، ويقدم هذا المعرض للزوار رحلة عبر الفترات المختلفة التي عبرها الفنان والمواضيع التي عالجها في أعماله. 70 سنة من الشغال تمت تقديمها اليوم في إطار عمل مجزأ إلى جزئين، عمل أولي يقدم محترف الفنان والشق الذي لا يعرفه الفنان الجمهور المغربي المتلقي المغربي عن الفنان وعن حياة الفنان منذ أعماله البواكر منذ الأعمال الأولى إلى غاية الشق الثاني بعد تلقيه تكوين أكاديمي السرف بباريس، ثم بعد ذلك العودة إلى المغرب والاستقرار نهائيا بالمغرب ليقدم أعمال مرتبطة بأرضه بمراكش بألوان مراكش. وبعد مجموعة من اللوحات المستوحاة من الإخوان فراتيلي الذين التقى بهم الراحل، يمكن للجمهور أن يكتشف الموضوع المفضل لحسن القلاوي وأن يتقاسم شغفه بالخيول والخيالة.